رجعنا ثاني مرة للسادة المشاهدين. معنا كما قلنا معنا الدكتور عادل تيراب صغيرون، عميد كلية الآداب والإعلام والفنون بجامعة الملك فيصل. أهلا وسهلا بك دكتور. بارك الله فيكم، أشكر أسعد الله صباحكم. طبعا موضوع الفقرة كما أسلفنا أن نتحدث عن كيفية تنمية مهارة الطالب لقواعد اللغة العربية. كيف ينمي الطالب مهاراته في قواعد اللغة العربية؟ فهنا يدور الحديث في هذه الفقرة. سؤال، كيف ينمي الطالب مهاراته في قواعد اللغة العربية؟ طيب نشكركم مرة ثانية. حقيقة قواعد اللغة العربية هي أصبحت مشكلة لدى جميع الطلاب في جميع المراحل، منذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية إلى أن يصل الطالب إلى المرحلة الجامعية. تجد أنه تواجهه مشاكل كثيرة جدا في فهم القواعد، وهذا الشيء يرجع إلى أهمية قواعد اللغة العربية. ما هي قواعد اللغة العربية؟ لأن الإنسان إذا ما عرف الشيء يجحله، وإذا جهله لا يستطيع أن يعرفه ولا يستطيع أن يعطيه حقه ومستحقه. إذا نحن وضعنا يدنا إلى أبسط تعريف لقواعد اللغة العربية، هي صون اللسان عن الخطأ في الكلام العربي. هذا التعريف حقيقة موجود في كثير من الكتب، خاصة شراح الأجرومية إلى غير ذلك. إذا نحن فهمنا اللغة العربية أو قواعد اللغة العربية هي صون اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، في هذه الحالة نحن ضيعنا معنى اللغة وضيعنا معنى القواعد، وده السبب. لأنه إذا كان أنا بس أتعلم اللغة وأبذل كل ما عندي من وسع لأجل أن أتعلم قواعد اللغة العربية لأجل أن أصون لساني من الخطأ، إذن هذا ليست مشكلة، لأن أنا أتكلم وكل الناس يعرفون كلامي ويفهمونه وأتعامل معه في حياتي. إذن هذا هو ليس الهدف المهم في هذه القضية. قواعد اللغة العربية هي تساعد على فهم الكلام العربي. لا تستطيع أن تفهم الكلام العربي بطريقة جيدة إلا إذا أنت عرفت قواعد اللغة العربية. إذا عرفت كلام القواعد اللغة العربية تستطيع أن تكتب جيدا، وتستطيع أن تقرأ جيدا، وإذا كتبت جيدا وقرأت جيدا تفهم جيدا. إذا كتبت خطأ أو قرأت خطأ تفهم خطأ. إذن اللغة، قواعد اللغة العربية هي مش صون اللسان، صون الفكر وصون الكلام العربي كله عن الخطأ. إذا فهمنا هذه القضية ورسخناها في أذهان طلابنا منذ المرحلة الابتدائية، عندما يصل الطالب إلى المرحلة الجامعية لا يجد مشكلة في قواعد اللغة العربية، لأنه يعرف تماما أن ما يتحدثه شيء والذي يفهم به الكلام العربي جيدا، سواء كان كتاب الله أو كانت السنة النبوية أو أشعار العرب، أو أنت تريد أن تخاطب أناسا فطاحلة في اللغة العربية، لا تستطيع إلا بعد تعلم القواعد جيدا. فإذا تعليم قواعد اللغة العربية هو أساس، بدليل أنك إذا أنت فتحت أي تفسير من تفاسير كتاب الله سبحانه وتعالى، ما من سطر إلا وفيه قاعدة لغوية. إذا معناتها لا يفهم الكلام إلا بواسطة هذه القاعدة. إذا اللغة العربية إذا كان هذه هو فهمنا لها، إذا يجب على المعلم الذي يدرس قواعد اللغة العربية منذ المرحلة الابتدائية أن يكون يعني على قدر المسؤولية، يعطي المادة عطاء جيدا، يوصل المادة بأساليب مختلفة حتى تصل إلى ذهن الطالب وحتى يحبها الطالب. أنا إذا أدرس اللغة العربية وما أفهم الطالب بالطريقة المطلوبة، الطالب ينعكس فيه كراهية لهذه المادة، هذا هو الحاصل. الطلبة يكرهون المادة، لماذا؟ لأن الأستاذ الذي يدرسها هو لا يجيدها، أو إذا كان يجيدها لا يوصلها بالأساليب الممتعة التي تجعل الطالب أن يتفاعل معها. فلذلك هذا يؤدي إلى تدني مستوى الطلاب في قواعد اللغة العربية. ثانيا، قواعد اللغة العربية الطلبة يفهمونها أنها هي قواعد جامدة، عندهم بس الفاعل مرفوع
وإيه المفعول منصوب والحال منصوب والمبتدا مرفوع إلى غير ذلك. هذا هو فهمهم لقواعد اللغة، هذا هو السبب الأساسي الذي جعلهم يبتعدوا كل البعد عن اللغة العربية ومزاقها. نعم صحيح. لكن إذا أنت تدرس أنه هذا هو الفاعل ودلالة الفاعل، نعم. دلالة الفاعل في هذه الجملة، لماذا هذه الكلمة تطورت بكلمة واحدة، نجدها في باب الفاعل، نجدها في باب الفعل، نجدها في المصدر، نجدها في المضارع، هذه التطورات اللغوية، هذه اللذة الدلالية في داخل قواعد اللغة العربية، لو شرحت للطلاب لكان الطلاب كلهم أولهم وآخرهم يحبون اللغة العربية. فلذلك يقولون أن اللغة العربية كالملح في الطعام. نعم. أي طعام أتوا إليك به ما فيه ملح أنت ما مذاقه لا 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 تستسيقه بطريقة جيدة، لكن إذا أصب فيه الملح فيكون جيدا. كذلك قواعد اللغة العربية كالملح في الطعام. نعم. مجرد ما وضعت في الكلام تجد للكلام رونقا وجمالا وصيتا. نعم. ومتعة في 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 الحديث. لكن إذا القواعد حقيقة ما ضبطت تجد الطالب ضعيف في اللغة العربية، ضعيف في الجغرافيا، ضعيف في الفيزياء، ضعيف في الكيمياء، ضعيف. لماذا؟ لأنه يقرأ خطأ ويفهم خطأ، يقرأ خطأ ويفهم خطأ، يقرأ خطأ ويفهم خطأ، إلى أن يكون تدني مستوى الطلاب كلهم من أولهم في كل التخصصات. نعم. يكون تدني المستوى بسبب عدم فهم اللغة العربية. فلذلك في الجامعات العالمية كلها تجد مادة اللغة العربية موجودة. نعم. ما من تخصص إلا ومادة اللغة العربية موجودة. نعم. لماذا؟ لأن لا يستطيع الطالب أن يفهم جيدا إلا إذا فهم هذه المادة بطريقة جيدة. نعم. نعم. طيب دكتور، إحنا طبعا مقبلين على عام دراسي جديد، وكل الطلاب بيكونوا مجهزين نفسهم عشان يعني يبدو عام دراسي بمستوى بيأملوا أنه هو يكون كويس، أو حتى أولياء الأمور بيتأملوا أنهم الطلاب يكونوا بمستوى كويس. شنو الطريقة الأمثل لتعليم قواعد اللغة العربية على وجه الخصوص، عشان دائما بيعتبروا الطلاب أنها هي صعبة؟ نعم. طريقة شنو الأمثل والأسهل والأقرب أن واحد يقدر يتعلم من خلالها، سواء من طريقة الطلاب أو الأساتذة؟ نعم. نحن إذا كان نظرنا إلى الطلاب في المرحلة الجامعية، أو ركزنا إلى الطلاب في المرحلة الجامعية، وهو عندما وصل المرحلة الجامعية وجد نفسه خاوي من القواعد اللغوية، في هذه الحالة ما عليه إلا أن يسرع في إجراء دورات تأهيلية حتى تقويه في هذا المجال، لأن ما في وقت خلاص، خاصة بالنسبة لطلاب المرحلة الجامعية ما في زمن خلاص. تعوض الذي فاتك عن طريق الدورات في اللغة العربية، أو ترى يعني مادة اللغة العربية تقريبا كثير من المشايخ يعني يجيدونها ويدرسونها بطريقة جيدة. على كل حال هو يسعى بطريقته الخاصة أن يطور نفسه، لو قرأ كتاب بس واحد من أوله إلى آخره بطريقة جيدة يكون لا ضير عليه. نعم. إذا عن طريق الحلقات العلمية أو عن طريق الدورات التي تقيمها الجامعات في المؤسسات العلمية. هذا بالنسبة للطالب الجامعي. طيب طالب الثانوية، طالب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. نعم. المسألة ترجع إلى الآباء. نعم. الأب مجرد ما عرف أن هناك نقص في درجات الطالب في المرحلة الابتدائية والإعدادية، عليه أن يسارع بإحضار أستاذ في البيت يدرس مادة النحو. نعم. لأنه لابد للوالد أن يتأكد إذا هو ما عرف القواعد لا ينجح في أي علم كان. نجاحه وإن كان موجودا يكون إيه ضعيلا أو فيه مشوحا أو ناقصا. النحو والصرف والمطالع والنحو لوحده. أنا أقصد القواعد بس، النحو بس، النحو والصرف فقط. نعم. لأن هذه هي الأساس، لأن هي الأساس. أنت تستطيع أن تكون جملة جيدة، تستطيع أن تفهم فهما جيدا، ومجرد ما وجدت أي كلام تعرف أن هذا مقدم، هذا مؤخر، هذا حال، معناته يعني كذا، وهذا يعني كذا. هذه القواعد البسيطة إذا الطالب ما امتلكها، سواء كان في المراحل المتقدمة أو المراحل المتأخرة، الطالب يواجه مشكلة. نحن كما تعلمون في جمعنا نأتي بأستاذ القرآن في البيت يدرس الطلاب القرآن في البيت، نأتي بأستاذ اللغة الفرنسية يدرس الطلاب اللغة الفرنسية، لكن ما بنأتي بأستاذ القواعد النحوية حتى يدرس الطلاب القواعد النحوية. لو أدخلنا في البيوت أستاذا لمادة القواعد النحوية لارتفع مستوى الطلاب في كاد من أولها إلى آخرها.
السلام. ليه؟ لأنه يفهم جيدا، يكتب جيدا، يقرأ جيدا، يطور ذاته. طيب ده ما في، ما في تطور، ما في تطور. نعم. طيب دكتور، تقدر تقدم رسالة لأولياء الأمور وللأساتذة كمان، هم لهم دور طبعا. نعم نعم نعم. ما إلا يشيلوا دورة، ما معقول الواحد يشيل دورة حتى يتحسن. نعم. مفترض إن حتى الأستاذ في المدرسة يبذل جهد، صح ولا ما صح؟ نعم نعم. تقدر نعم. توجه رسالة. وأنا رسالتي للأساتذة زملائي الذين في الحقل التعليمي، أنا أطلب منهم أن مادة النحو أو مادة القواعد اللغوية هي مادة جميلة لها جانبين، جانب القاعدة وجانب المعنى. لا يدرس القواعد العربية كقواعد جامدة، بل يدرسوها مادة حية بروحها، أي بالدلالة الموجودة في الجمل لا بد أن تدخل في فحم الطالب. إذا استطاعوا أن يدخلوا الدلالة مع الجملة في هذه الحالة، لا شك أن الطالب يتمتع عندما يدرس مادة القواعد النحوية، وبهذه الحالة نرفع مستواهم. أما بالنسبة للأساتذة في المرحلة كذلك الابتدائية والإعدادية، لابد أن يستخدموا جميع الوسائل، جميع الوسائل. ومن أجمل الوسائل أن احنا ككاديين يعني نحبزها الحافز. أوكي. إذا كان وسط الطلاب كلهم قام طالب قال جملة صحيحة، أنا حفزته ببسكويت أو حفزته بأي شيء بسيط، هذا التحفيز يضع شيئا جميلا في نفوس الطلاب، وكل طالب يريد أن يكون في هذا الموقع، وبهذه الطريقة نكون أخذنا بيدهم. يعني أطلب من الأساتذة أن يستخدموا كل الأساليب التربوية لإنجاح مادة القواعد العربية في المدارس العربية عامة والمدارس الفرنسية على وجه العموم. بارك الله فيك. شكرا دكتور صغيرون، بارك الله فيك.